السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين خواتاتي؟ كي دايرين خوتي؟ لاباس عليكم؟ كي دايره صحتكم واموركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، والاحوال لكم ان شاء الله طيبه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المسمنات رائعين البنات، يعني كيجيو فنين صراحه، كيجيو رائعين، كيجيو مقرمشين ومذهبين بحشوه جد جد اقتصاديه، واحد العجل اللي اقتصادي ما فيهمش قبوط المقادير، ما فيهم لا لحم لا حتى شي حاجه. يعني هاد العمارة هادي اللي غادي نديرو في الوسط ما فيها لا لحوم لا حتى شي حاجه، وكيجيو البنات فنين، كيجيو مورقين مقرمشين، كيجيو روعه البنات، كيجيو كيحمقوا. المهم غادي نوريهم لكم ان شاء الله. دابا غنقطع معكم حيده، غادي نوريكم يعني التوراق كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو شي حاجه روعه فنين البنات. فنتمنى ان شاء الله تبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. شوفوا تبارك الله شحال مورقين البنات ومقرمشين. صراحه كنت باغيه نسمع لكم الصوت ولكن راكم عارفين كيكونوا الوليدات كيهضروا. شوفوا تبارك الله ما شاء الله شحال مورقين ومقرمشين البنات. شوفوا كي كيدوب هذيك الورقه كتفتت غير بوحديتها، هذا دليل بانهم ناجحين. شوفوا تبارك الله ما شاء الله شحال مورقين، كيتفتوا كيتفتوا البنات، كيجيو كيحمقوا ما تشبعوش منهم. واحد القرمشه واحد التوريقه فيهم واحد التعليكه، كيجيو رائعين البنات. شوفوا تبارك الله ما شاء الله شحال معلكين. فنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله، والصلاه والسلام على سيدنا وعلى حبيبنا وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا البنات، انا ما غاديش نشارك معكم العجينه ديال المسمن، حيت بزاف ديال المرات دايزه مشاركه معكم هاد المسمنات هادو المعمرين بطريقه واحده اخرين. العجينه البنات درت الفرص، درت الفرص المهم على حسب، انا درت تقريبا 500 غرام ديال الدقيق الفرص فقط البنات، زدت عليه شويه ديال الملحه وشويه ديال الخماره حمراء فقط البنات. هذه هي العجينه اللي درت، صافي ما زدت عليها حتى شي اضافات، وعجنتها بالماء دافي واحد شويه صافي، ودلكتها هكا مزيان مزيان صافي، وخليتها كترتاح، درتها في واحد البلاستيكه وخليتها كتاخذ الوقت الكافي ديالها باش كتنجح معنا وكتجينا مورقه. هذه هي العجينه البنات اللي درت، انا يعني قلتها لكم ما بغيتش هكا نشارك معكم باش هكا ما نبقاوش هكا نطولوا في الفيديو، يعني دايزه بزاف ديال المرات مشاركه معكم العجينه ديال هاد المسمنات هادو المعمرين. هنا البنات الحشوه كما كتلاحظوا معايا، عندي تما واحد الحبه ديال البصله كبيره، جوج حبات ديال الفلفل البنات، جوج حبات ديال الجزر، جوج حبات ديال القرعه كورجيت. كما لاحظتوا معايا الفلفله والبصله قطعتهم يعني كرويات صغار، الخيزو ديال البنات الجزر والكورجيت القرعه حكيتهم هكا في الحكاكه الرقيقه صافي، وضفتهم تما. يعني درت انا هذه الحشوه اللي غادي نديرها البنات. نتوما بغيتو تزيدوا اي حاجه كانت متوفره عندكم وكتعجبكم، كفته لادن سطر ديال الدجاج، اي حاجه اي حاجه كتوفروا عليها. انا بغيت نديرها اقتصاديه وبغيت ندير فيها غير الخضر البنات فقط، هادشي اللي بغيت ندير. وصراحه جات هذه الحشوه جات كتحمق، جات غزاله البنات. كما لاحظتوا معايا درت شويه ديال الابزار، الخرقوم، الزيت، الملحه، التحميره البنات ما كانت متوفره عندي، ما درتش التحميره، ولكن في الاخر انا غادي ندير واحد شويه ديال الهريسه، ولكن ما غاديش صراحه ما بانش معايا في الكاميرا. المهم البنات درت راس معلقه ديال البزار، راس معلقه ديال الخرقوم، الزيت يعني العاديه، والملحه على حسب الذوق صافي. هذا هما اللي درت البنات صافي، غطيت عليها وخليتها حتى يعني طابت مزيان ديك الخضر صافي وحيدتها. المهم هنا البنات العجينه ديال المسمن كي قلت لكم ما شاركتهاش معاكم صافي. العجينه ديال المسمن عاود نقول لكم البنات شنو درت فيها، درت 500 غرام ديال الدقيق الفرص بوحدو البنات، ما خلطت ما حتى شي حاجه، درت معها شويه ديال الملحه وشويه ديال الخماره، تقريبا واحد الراس معلقه ديال الخماره ديال الحلوه، خماره حمراء صافي البنات. وغادي هنايا كورتهم بحال هكا كما كتشوفوا، خليتهم غطيتهم ديك البلاستيكه وخليتهم يرتاحوا على خاطرهم البنات، حتى ارتاحوا باش هكا كيعطيو لينا الطوع، وباش فاش كنجيو هكا نطلقوا المسمنه ديالنا ما كتعذبناش. شوفوا البنات العجينه شحال ناجحه تبارك الله ما شاء الله، جات ناجحه، جات غزاله هاد العجينه هادي البنات. جربوا هاد الطريقه هادي وجربوا هاد العجينه اللي عطيتكم، وانا متاكده مليون في المئه غتنجح معاكم. شوفوا البنات شحال مورقه، هانتوما ما كتقطع ما حتى شي حاجه، دايره هذوك الفقاعات، هذا دليل بان يعني العجينه ديالنا راه ناجحه البنات، غادي تجينا مورقه ومقرمشه. صافي هنا غادي نبقى نطلق بحال هكا حتى كيبان لي سطح العمل كما شفتوا معايا صافي، وغادي ندهن غير بشويه ديال الزبده اللي دوبتها غير دهنه هكا خفيفه. الا لاحظتوا راه ما غاديش نبقى نكثر البنات الزبده، ولكن راه جاوا مورقين خطيرين البنات، جاوا واحد التقرميشه فيهم
كتحمق. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم ويعجبوكم. واللي عجباتو هاد الوصفه وجربهم وعجبوه هاد السيمانات هادو فما ينساش يخليها ليا في واحد التعليق واللايك. البنات الله يجعلها في ميزان حسناتكم. اللايكات كيتنساو البنات، ما كنلقاش اللايكات نهائيا، انا ما عرفتش واش كيتحذفوا لي ولا البنات ما كيديروهمش. المهم اللايكات البنات ما حتى تقريبا هاد جوج سيمانات هادو كاملين اللايكات ما كنلقاهمش في الفيديوهات نهائيا. اللايكات البنات ناقصين، فما تنساوش عافاك البنات اللايكات، حيت هاد يعني اللايكات كيقترحوا الفيديو على واحد اخر، فاش كيكون الفيديو فيه بزاف ديال اللايكات فاليوتيوب البنات يعني هادشي هذا راه صحاب القنوات عارفينه، فاليوتيوب يعني كتقترح الفيديو ديالي على ناس وحدين اخرين وهكا باش كتطلع ليا المشاهده في الفيديو. البنات الله يجعلها في ميزان حسناتكم يا ربي. صافي هنايا كما لاحظتوا معايا، المهم راه الفيديو شارح نفسه البنات. كندهن هكا سطح العمل بشويه ديال الزيت وكنحط هكا الكويره ديالي ديال المسمن، كنرققها يعني كنورقها مزيان هكا حتى كيبان ليا سطح العمل البنات. علاش البنات قلت لكم خليوها ترتاح مزيان مزيان باش هكا فاش تكونوا كتطلقوها ما تعذبكمش وتطلق معكم بكل سهوله وتجيكم مورقه. فالا البنات ما خليتوهاش ترتاح ولا يعني ما هكا غادي تبقى تعذبكم، غتبقى تقطع وما غتبقاش تطلق معكم مزيان. فاش غديروا المسمن ديالكم في الفران راه ما غاديش يتورق، غادي يجيكم معجن. شوفوا البنات تبارك الله راه ناجحه، ولا لاحظتوا معايا راه ما كنديرش بزاف ديال الزبده، راه كندير غير رشه خفيفه. صافي غادي نكمل بحال هذه الطريقه وندوزوا نتلاقاو في الشكل النهائي. انا البنات التشكيل النهائي غادي نعاود نشارك معكم واحد اخرين ان شاء الله. المهم هذا هو كما شفتوا معايا، غادي نشد هكا المسمنه ديالي غادي نطلقها هكا غير واحد شويه كما كتلاحظوا معايا، نطلقها غير واحد شويه بحال هكا. صافي البنات وغادي نعمرها بالحشوه. هنا البنات الحشوه انا كي قلت لكم راني زدت لها واحد المعلقه ديال المعدنوس البنات، راه ما تصوراتش معايا صراحه حتى هكا طفيت الكاميرا عاد فكرتها وزدتها. هنا البنات كنت زدت واحد المعلقه ديال المعدنوس. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار البنات الحشوه شنو ما بغيتوا ديروا، ولكن هاد الحشوه هذه البنات جات لذيذه جات كتحمق. نتوما الا بغيتوا تزيدوا زيتون مقطع، المهم اي حاجه كتوفروا عليها. صافي البنات كندير واحد المهم الحشوه على حسب جوج معالق ولا معلقه اللي بغيتوا نتوما. وهنا عندي الفرماج موتزاريلا البنات، عندي الفرماج موتزاريلا محكوك، فكندير هكا المسمنه ديالي كنعمرها بهذيك الحشوه وكندير هكا شويه ديال الفرماج موتزاريلا من الفوق هكا باش جاوا البنات جاوا لذادين جاوا فنين جاوا كيحمقوا بداك الفرماج وداك الحشوه جات معلكه وجات مطاطيه. صراحه هاد المسمنات البنات جاوا غزالين جاوا كيحمقوا. المهم انا عجبوني بزاف هذاك الشيء علاش كنأكد عليكم، يعني كنقولها لكم بزاف د المرات حيت فعلا البنات عجبوني وجاوا مورقين جاوا مقرمشين. وما خبيت عليكم البنات حتى شي حاجه، يعني الوصفه كما هي كما كنشاركها معكم، يعني ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. فنتمنى ان شاء الله يعجبكم الوصفات ديالي ونكون يعني خفيفه ظريفه على قلوبكم ويكونوا الوصفات ديالي في المتناول ديال الجميع. كنحاول البنات نشارك معكم والله العظيم الا كنحاول نشارك معكم وصفات ساهلين واقتصاديين. كنشكر البنات بزاف بزاف اللي عندهم قنوات واللي ما عندهمش قنوات، شكرا لاي واحد دخل عندي وتفرج عليا، شكرا شكرا بزاف بزاف، الشكر في حقكم قليل. شكرا لاي واحد خلى ليا لايك ما خلى لياش لايك، دار لي كومونتير ما دار ليش كومونتير، شكرا لكم من كل قلبي. شكرا للاخوات والاخوان اللي كينضموا جديد، يعني كل نهار كنلقى عندي اخوات واخوان جداد، فكنقول لكم مرحبا بكم ومليون الف مرحبا من المغرب من اي دوله في العالم. شكرا لكم بزاف بزاف. الله يجعلها ربي في ميزان حسناتكم يا ربي. واحد الاخوات قالوا لي الوصفات ديالك يعني في المتناول ديال الجميع، فهذا هو البنات يعني هذا هو المغزى من القناه ديالي صراحه. فكنبغي نشارك معكم وصفات اقتصاديه وتكون في المتناول ديال الجميع. فكنشكركم بزاف بزاف على التعليق هذا اللي صراحه حفزني والله العظيم الى هكا، يعني فرحت فاش شفت هذوك التعاليق. شكرا لكم بزاف بزاف، شكرا حيت عجبكم الوصفات ديالي حيت كيجيكم وصفاتي ساهلين، فالله يجعلها في ميزان حسناتكم. الله يحفظكم والله يخلينا دائما ان شاء الله اخوات في هذا اليوتيوب واخوان مع بعضياتنا. صافي هنا كما لاحظتوا معايا كندير الحشوه وكندير هكا شويه ديال الموتزاريلا، كتبقى اختياريه البنات. اللي ما توفرش على الموتزاريلا فما كاينلاش يعني ما يحرم راسهم من هاد المسمنات، فغير الحشوه. انا كي قلت لكم راني شاركت معكم هاد العجينه هذه شحال من مره البنات في القناه ديالي، وشحال من مره يعني ما كنديرش هاد الموتزاريلا، الا ما كانتش عندي راه ما كنديرهاش. صافي هنايا البنات غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل هذوك المسمنات ديالي مزيان مزيان. واحد الحاجه غناكد عليها البنات نسيت ما قلتها لكمش البنات، انا فاش بديت نخدم المسمنه الاولى راني كنت شاعله الفران،
اول وحده خدمتها بديت هكا شعلت الفران، عاد بديت البنات نشكل معكم المسمنات ديالي، راه ماشي حتى كملت عاد شعلت الفران، لا راه فاش بديت قبل ما نبدا يعني قبل ما نبدا هكا التشكال ديال المسمنات كنت شعلت البنات الفران صافي، بديت هكا شكلت الحبه الاولى وبقيت هكا حتى كملت يعني، والفران كان مشعول البنات على 200 درجه من الفوق ومن التحت، فران البنات يكون سخون. الا بغيتوا صراحه يعني كاين اخوات اللي ما كينجحوش معاهم ما كيجيهمش مورقين، السر البنات هو الطياب، راه البنات السر ديالهم هو الطياب فقط، راه ما كاينش سر واحد اخر من غير الطياب. كتشعلوا الفران كيسخن مزيان سواء الفران ديال الضو ولا الفران ديال الغاز، كتشعلوا البنات حتى كيولي سخون يعني طايب، كيسخن مزيان على اقصى درجه عندكم صافي، تخليوه تقريبا واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه هو كيسخن مزيان البنات، كتدخلوا المسمنات ديالكم الفوق وكتخليهم تقريبا واحد 10 حتى 5 دقائق، هو الفران عليهم مجهد صافي البنات، غير كتشوفوهم هكا بداو كيتنفخوا صافي، كتنقصوا عليهم البوطه وكتخليوهم ياخذوا راحتهم البنات ويتورقوا على خاطرهم، كتنقصوا عليهم البوطه وكتخليهم يتورقوا وكيتحمروا، حيت الا بقى الفران مجهد عليهم ما غاديش البنات يتورقوا. داكشي علاش فاش كتدخلوهم الفران سخون كي قلت لكم تخليهم 10 دقائق ولا 5 دقائق، 5 دقائق كافيه البنات، كتخليهم 5 دقائق على عافيه تكون مجهده حتى كيبانوا لكم هكا بداو كيتنفخوا صافي، وكتنقصوا عليهم العافيه وكتخليهم يتورقوا على خاطرهم ويطيبوا من تحت ويتورقوا صافي. هذا هو السر البنات اللي كيجيبهم مورقين كما لاحظتوا معايا في الاول ديال الفيديو صافي. هنا غادي دهنتهم باصفر بيضاء مع واحد القطره ديال الخل، صافي دهنتهم بيضه كامله البنات عفوا مع واحد القطرات ديال الخل. هنا البنات الزين كيبقى اختياري، انا كان عندي السانوش صراحه جا المنظر زوين، نتوما كديروا اي حاجه كانت عندكم يا زنجلان يا بافو يا اي حاجه شوفان زرارع، المهم اي حاجه كانت عندكم البنات كديروها كتزينوا بها صافي. والتقديم غادي نشارك معكم ان شاء الله. هنا البنات كان ما عرفتش هذا المقطع هذا واش مسحتو ولا تحدف ليا والله ما عرفت، المهم فاش طابوا البنات وتحمروا درت هكا خرجتهم خليتهم في ديك اللاطه ودرت هكا واحد شويه ديال الموزاريلا كما كتشوفوا معايا في الفوق، دخلتهم الفران غير هكا دابت غير واحد شويه ديك الموزاريلا وخرجتهم صافي، ورشيتهم هكا بواحد شويه ديال المعدنوس من الفوق. هذا هو الشكل النهائي ديالهم البنات، نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم ويكون هذا الفيديو هذا في المستوى. والصراحه كي كنقول لكم وكنعاود نقولها لكم وصفتي دائما سهله واقتصاديه. نخليكم فرحه الله، بسلام عليكم.